يمكننا نعتبر هذا اليوم تاريخي، لأن أخلقت فيه واحد هيئة جديدة وهي المعارضة الموحدة اللي كتشمل كل من حزب الأصل والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري. هذا القرار خديناه باش نواجه المشاكل ديال التهميش وعدم الشفافية وسوء التسيير وبعض المسائل اللي ربما كتضر بالمواطن فيما يخص التسيير الجماعي. وهنا بغينا نبينوا للمواطنين اننا دائما اوفياء لهم، وراه غنتحاربوا وغنتقاتلوا باش الحق يكون فوق الجميع. وغادي ان شاء الله نجعلوا هذا المجلس أراد من أراد وكره من كره باش يقب الطريق الصحيح. ولهذا قررنا باش نأسسوا هذا المعارضة الموحدة ونمشيوا اليد في يد بعيد إن شاء الله.